عشرة أشخاص، عشرة أشخاص، عشرة أشخاص، عشرة أشخاص، عشرة أشخاص، عشرة أشخاص. ألو، أيوة أيوة يا باكينام، إزيك يا حبيبتي؟ الله يخليك. لا والله انا ساعتين واقف كده ما لميتش غير 300 جنيه، لسه مكمل 300. ده راجل طيب كده الدهاني. اقفل دلوقتي ال 300. عايز اسامح؟ اطمئن، هو معايا اهو، كنت كلم ماما يا سامح. هيا ماما. نعم يا نايم، خلاص ما عادش بابا. حبيبي يا سامح. ايوه يا باكينام، بقول لك ايه، حكايه الرومي دي سيبيها عليا، انا هجيب لك انا لا خرفان. ايه، ما هو رومي وكام جوز حمام على بطايتين اهو كله. طب خلي سيد بقى السواق هو اللي يعدي على النادي وبقى. مش هينفع. طيب شاهين ده فين ومنار؟ طيب يبقى انا بقى هعدي، انا اللي هعدي على النادي، ربنا سهل. اقول المحامي قضيه الارض يمشي فيها زي ما قلت له، لو كلمك هكلمك على نص ساعه كمان، قال لي او يبقى كلمني انا على الموبايل. طيب مع السلامه ماكينه. خلصت؟ نعم خلصت مكالمه. ايوه دلوقتي لا سمعت، هات الجنيه. لا سمعت. اعمل ايه حضرتك؟ بعد اذنك هات الجنيه، اتكلمت واتبسطت معاك. موبايل؟ معايا موبايل. طب الجنيه لا سمعت بعته لك. جنيه حضرتك؟ لا سمعت الجنيه اللي معاك. لا ما هقول لحضرتك بعد اذنك، بس لو سمحت الجنيه. ما انا ما اقدرش اديهولك. لو سمحت الجنيه ما اقدرش اديهولك. انت معاك موبايل وماما وبابا وذهب وبتاع؟ ما فيش ذهب ولا حاجه، احنا غلابه. امال انت بتاكل رومي؟ ما هو طب ياكل رومي ده عيب. بعد اذنك الجنيه. طيب بس يعني حضرتك ربنا يزيدك يا رب. ربنا يزيدك يا رب، بس لو سمحت الجنيه. وبعدين ما اقدرش اديهولك لان المدام ولا باظه لسه قايل لها دلوقتي 300 معايا. ابقى كذاب يعني. انت لم 300 جنيه في اليوم؟ الباشا معاه موبايل وعامل شحات و... طب وايه يعني ماشي معاه موبايل؟ ايه يعني؟ ازاي يعني؟ او كده ايه؟ لا يعني يعني لو شاف مع... يعني واحد شحات بيبقى معاه موبايل يعني تيجي يعني ازاي مثلا؟ يعني... وبعدين واخد 300 جنيه في اليوم؟ ليه ازاي تيجي ازاي؟ بقى لما انت بتطلع بره انت بره. حر الموضوع ده، خليك بره الموضوع بس لو سمحت. بص ما تخليش مد ايدك حضرتك. ثانية واحدة، هات الجنيه لو سمحت. انا هقول لك حاجة، ما تنرفزنيش بس. ولا مؤاخذة، لا لا عيب طبعا. طب اسمع بس، طب شوف هقول لك ايه. صلي بينا على النبي. لا بس لو انت بره الموضوع، بره الموضوع لو سمحت. ولا مؤاخذة سيبني منه ليه؟ ايوه لو سمحت. ايوه اوامرك ايه حضرتك؟ انت شحات معاك موبايل بتشحت. الموبايل انت عارف ظروفي. ظروف ايه؟ بتاخد 300 جنيه في اليوم تقول ظروف؟ وهي 300 تكفيني يا باشا؟ ده انا عارف ما تكفكش 300 جنيه. عندي مسؤوليات حضرتك. يا سلام. أنا يعني ولادي مثلا واخدها حضرتك عليهم مطالب. يا سلام. وبعدين انا برضو باخد الفلوس دي بعمل بيها حاجات كويسه. يا سلام واضح. عندك دش بقى انت؟ يا بيه عندك دش؟ الحمد لله. لا عنده دش كمان. الواحد ما انكرش يا باشا. انا ما انكرش. طب بعد اذنك نجيلك طولك لو سمحت. انا ما اقدرش حضرتك، لان لسه قايل للمدام ان حضرتك اديت دي اخر. بقول لك الجنيه لو سمحت. الجنيه ده حضرتك عمال تقول لي موبايل مش موبايل. الموبايل ده نزاهه. نزاهه ايه؟ اوعى يا عم. خلاص حضرتك هات الجنيه لو سمحت. الجنيه؟ لو سمحت هات الجنيه. خلاص انا هديهولك. انا هات الجنيه. يلا هديهولك. كتر حرام عليك. حرام خلاص يا عم. وانت خلاص سيبه والله. مالكش دعوه انت، هات الجنيه يلا. يلا يا سامح. يلا.